لو لسه بتحدد بالطريقه دي فانت فايتك كتير. فكك من الطريقه دي، تعال اقول لك على طريقه احسن. اجيب الكويك سيلكت، اظهر لك سيلكت سبجكت، هدوس عليها، استنى هتتفتح لي قائمه هقدر من خلالها افصل الشعر عن الخلفيه بسهوله. تمام اهي، هدوس على رفاين هير الخاصه بالشعر واحدد الخيار ده واعليه على 100 للاخر. بس كده تعال نشوف الشعر بالنسبه لنا دلوقتي اتفصل عن الخلفيه ولا لا. احاول اغير لون الخلفيه ولا يكون مثلا اي لون، وادوس اوكي. ركزوا بقى معايا على التفاصيل كده، مفيهاش غلطه ولا خصله من الشعر بايظه. بس كده، لو عايزين اي نصايح تانيه على الفوتوشوب اعملوا فولو.